تغريدتنا الثانية اخترناها لكم من حساب واس الحياة. اخترنا تغريدة جميلة كذا تمس كل حياتنا، وأتمنى فعلا أنكم تنتبهوا. مين فينا ما يستخدم القسطير؟ يا جماعة القسطير موجود في كل بيت، مستحيل يستغنوا عنه، ولكن خذوا هذه المعلومة المهمة من حساب واس الحياة. جودة الحياة، الغذاء والدواء، استخدام رقائق الألمنيوم القسطير في الطهي أو تسخين الأغذية قد ينتج عنه التلوث للغذاء. القسطير آمن وغير ضار إلا إذا تم استخدامه بطريقة خاطئة، وفي البوست المرفق فيه المحاذير: لا تستخدموا القسطير في طهي وتسخين الأغذية، حفظ الأغذية عالية الملوحة في درجات الحرارة العالية جدا، أو التعريض للهب المباشر وأفران الميكروويف. صراحة كلنا كنا نستخدم القسطير، خصوصا هذه الفترة كنا نشوي الذرة والبطاطا الحلوة وأبو فروة كلها في القسطير، ما نحطها كذا. فالموضوع طلع مهم جدا وفي تحذير قوي جدا، فأتمنى من الجميع أنهم ينتبهوا وما عاد يستخدموا القسطير في الشوي أبدا أو التسخين. إلى جديد التقنيات هذه المرة من الصين. الصين تعبوني يا جماعة، عندي خبر لكم إن شاء الله في الأخبار راح أقول لكم عليه، ولكن خلونا دحين في جديد تقنيات الصين وتغريدة لصحيفة عكاظ. فيديو: بدأت الصين بتوسيع تشغيل خطوط الحافلات ذاتية القيادة بدون سائق، مزودة بـ 5G وأنظمة الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار وكاميرات لجعل حركة المرور أكثر أماناً وتتوقف في محطات ذكية، ويمكن أيضاً للركاب حجز تذاكرهم عبر هواتفهم. ملامح المستقبل فيها تقنيات مذهلة جدا، أنه صار في حافلات فعلا مزودة بال 5G ويستخدموا فيها الذكاء الاصطناعي، وحافلات بدون سائق، شيء جميل. وأتوقع كثير من الابتكارات ما زالت في طور البحث والاختبارات النهائية. المستقبل التكنولوجي القادم قد يأتي بشكل لا يصدق فعلا فعلا. نروح للتغريدة التالية من حساب أنحاء، واللي نشرت مقطع فيديو غريب لطائر الهيرون الأسود. طريقة ذكية لطائر الهيرون الأسود لصيد السمك، راح نشوف مع بعض في هذا الفيديو كيف هذا الطائر سبحان الله يبحث عن طعامه ويصيد السمك بنفسه بطريقة مذهلة جدا، والطريقة اللي بيستخدمها غريبة جدا، ولكن هذه حيلته للصيد، تضليل المنطقة. شوف ايش بيسوي، خلونا نشوف الفيديو يا جماعة مع بعض. نشوف الفيديو. أول شيء بيسويه انه بيظلل البحر أو بيظلل المنطقة بريشة عشان تساعده في الاصطياد. شايفين؟ شايفين كيف؟ سبحان الله فعلا، قبل ما نشوف غرائب نحن لسه ما اكتشفنا شيء، كل يوم بعد يوم بنكتشف شيء جديد في عالم الحيوان، وغرائب وعجائب عالم الحيوان ما نقدر نقول عليها أبدا غير سبحان الله. وأخيرا من حساب فيجن تيوب نختم معاكم بهذه التغريدة: سيارة كهربائية تشحن نفسها بنفسها بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى الشحن الكهربائي العادي. المدى للشحن الكهربائي العادي 255 كيلو متر، والشحن الشمسي يضيف 35 كيلو متر في اليوم. سعر هذه السيارة تقريبا 116 ألف ريال. أتوقع خيار رهيب جدا للتوفير. تخيلوا لكم ما عاد يتعبوا بنزين، خلاص مدى الحياة. بس الورطة لو كنت من عشاق الليل، من وين تجيب أشعة الشمس عشان تشحن السيارة؟ إلا إذا قدرت أنك تشحنها طبعا بالطاقة الكهربائية، لازم تتحمل كلفة شحن كهربائي. وتوقع الفكرة جميلة، يعني بدل ما نعبي بنزين حندفع فاتورة كهرباء هي نفسها، صح ولا لا؟ أتوقع راح تكون نفسها، ولكن أكيد راح تكون صديقة للبيئة أكثر وفيها حماية من التلوث وأشياء كثير. فعجبتني، جيبوا لنا واحدة يلا خلونا نجربها وبعدين نقرر إن شاء الله. هذه كانت آخر تغريداتنا اليوم، ولكن أكيد